يحرص الحاج حمدو المهجر من ريف حمام على انتظار العيادة المتنقلة بشكل أسبوعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لمرضه المزمن والحصول على الأدوية التي يحتاجها، حيث تعذر عليه الوصول إلى المستشفيات الخاصة بسبب الظروف المعيشية الصعبة. حال الحاج حمدو لا يختلف عن حال عشرات المرضى في هذا المخيم الذين وجدوا في العيادة المتنقلة المدعومة من الجمعية الطبية السورية الأمريكية حلاً مؤقتاً لمشكلاتهم الصحية. بعاد المناطق الطبية علينا بعاد، هاي لا بروح بواصلات ولا شيء، باب المخيم تلتمها المخيمات الحواليها وكلها بيعينها الدكتور بيعطيها دواء، دواها اللازم الموجود. وأقرب مركز طبي علينا يعني 7 كيلو، وقدامنا استراد، نحن بمخيم وقدامنا استراد، يعني صعب علينا نروحها عليه، عم يوفر علينا هالروحات وهالجيات، الله يجزيهم الخير إن شاء الله. تغطي العيادة المتنقلة نحو 20 مخيما في منطقة حزان بريف إدلب، وتوفر خدمات طبية شاملة تشمل الطب الداخلي وطب الأطفال والنساء، إضافة إلى صيدلية مجانية حيث يشرف عليها طبيب وفريق تمريض مختص، ويستفيد من هذه الخدمات أكثر من 150 مريضا يوميا. تنطلق العيادة الساعة 2:30 إلى تبقى بالمخيم حتى الساعة 1:30. طبعا هي مهمة العيادة المخيمات البعيدة عن المراكز، المرضى الغير قادرين على مراجعة المراكز، المرضى الكبار السن، والعيادة المتنقلة يعني مهمتها كل يوم تقريبا تخديم هذه الشريحة من المجتمع، الشريحة الفقيرة، الشريحة المتهالكة. ورغم أهمية هذه الخدمات إلا أن العيادة تواجه نقصا في الأدوية الضرورية مما يعرقل استمرارها في تقديم الرعاية بالشكل المطلوب. الحاجة ماسة خصوصا في المخيمات التي يعاني كثير من سكانها من أمراض مزمنة ومن غياب القدرة المالية لشراء الأدوية. تمثل هذه العيادة الصحية المتنقلة خطوة إيجابية نحو تقديم الرعاية الصحية للمرضى الذين لا يستطيعون الوصول إلى المراكز الصحية، ومع ذلك تظل هذه العيادة حلاً إسعافياً مؤقتاً في ظل توقف العديد من المراكز الصحية الأولية الثابتة. تبقى الحلول الدائمة مرهونة بإعادة تشغيل تلك المراكز الأساسية. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.